النظافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. يا ابن الحلال على الفرة ابن الصبح أكد على الموتر ما الله كتب رزق. طيب يا هو خلصني كم تبغى؟ 500 ريال بس. 400 ما هي مشكلة. خلاص لا تدفي عبسي، اعتبرها سلف. دزها. ضيع ضيع الرجال ضيع خلص علي. اسرع اسرع يا اخي، لما بدك تتعلم السواقه ضيع الرجال. اسرع يا اخي ما تفهم، اسرع يا اخوي. حز الله انه طاره، مو بنت يا رخمه. تعلم شايف الرجاجيل ايش يسوون. الحقه الحقه وقفه، كبس له كبس له كبس له. كفو كفو يا الطارة، شفتك يوم تداركت السيارة ولا بغى يعدمك. عفو عليك، بس السواقة لعبتي أنا، يسموني كينج الطارات. تدريس هنا. إلا قل لي أنت وش تشتغل؟ عاطل عاطل وكد على الموتر. طيب إيش رايك لو تشتغل معي؟ أخص تكد معي وأنت على الموتر ذا. إلا أقول يا الطارة، السواق اللي عندي يبي له سواق، والحب كفو هالموتر. ايش رايك تشتغل عندي سواق؟ سلامات يا ابوي، شايف لي جايب فيزة سواق ولا علشان نكاش تحسب الناس لعبة عندك؟ 15,000 ريال والدوام ساعتين في اليوم. تم لو تبي الحين. تكفى يا عامر تكفى، خليه يشغلني انا كمان، انا صاحبك ودايما اسلفك. يا ابن الحلال مو باي واحد يشتغل عنده، الرجال يبي سواق. عامر تكفى يعني، اسأله يمكن عنده وظيفة منا ولا منا. قوم يا 15,000 تاخدها في ساعتين اثنين، والله لو انك مدير الطيارة. وش عرفك انت؟ ذا مطلوخ ولا تفرق معه، بس عنده سواق برحة وراعي قبعات، علشان كذا غيره. ايوه قهوجي ايوه قهوجي. اقول دزها بس. اقول هالمطلوخ ذا وش من لحية؟ لحية غانمة، دام بيعطيني 15,000. ابيكم تمشون مع ذا الهايوي، تمشون ما أبغى ولا إشارة تمسك. إذا جاكم المسجد خذني بقايا جروح، أرجوك داويني لا تروح. هذا الطار، افتح له افتح له لا يفضحنا ذا. هذا كبرك وما تعرف تسوق. ادخل ادخل بس ادخل. طيب اجيب الملف.
هذا ملفي في شهاداتي وخبراتي وبرنت من المرور اني ما قبعت الا قبل 5 سنوات ولا انا بغلطان. ما ندري ملفك، الطارات نعرفهم من وجيههم. كافو والله، هذا اللي عجبني بالمطانيخ، سمحين والامور عندهم سهالات، مو مثل الشركات معقدين بتداوم. اليوم الساعة 12 في الليل تكون عندي هنا. سلامات يا ابوي، خفافيش. عجبتني خفافيش. لا، احنا فنانين. طرب. جوي، اتحداك يا الطرب. بالله تعرف خالد عبد الرحمن؟ ودي اصور معه. خذني بقايا جروح، ارجوك داويني. لا تروح الروح. يا اخوي اسرع، اسرع، وش ذا الممشى ذا؟ يا ابوي ما بالعده اللي معكم تتكسر. اي عده؟ العود والمرواس وهذاك اللي كذا، ما ابي حفلتكم تخرب. يا اخوي ما هو بشغلك، ما هو بشغلك، اسرع وبس. خلاص اوكي اوكي. سلامات، ما في قصر افراح هنا. هي يا ابن الحلال، هذه حفله محفوفه فوق في شقه، نص ساعه وانا عندك. ام عاد نص ساعه، وش ذا الحفله مسرعه؟ يا حبيبي ترك اقلقتني، اشغلتني. سين جواب، سين جواب. ايه لا تنفخ لا تنفخ، وبعلشانك تعطيني راتب تنفخ علي. خلاص يا ابوي اركد وراك بعدين فانزاتك فوق، خل صوتك يريح. خلاص خلاص يا ابن الحلال. اسمع، خليك في السيارة ولا تتحرك مكان، وخلي السيارة شغالة لين يجيك. وليش اخلي السيارة مشغلة؟ كذا بيطير نص البنزين. سيارتي ولا سيارتك؟ من اللي بيدفع قروش؟ انا ولا انت؟ خلاص بكيفك، سيارتك يلا دزها. يلا يا شباب يلا. الرجال فنان كبير يا شكش، من قوته ما يغني اكثر من الساعة. ايه اسمع، ان شاء الله اني اقنعه وياخذني مروس، هم من شوي شوي ودزها واصير كورال، هم من ادعس واصير مغني. هلا والله بالفنان البطل. سلامات يا اخي، ما اسمع لا اغاني ولا شيء، ليش ما بدت الحفله؟ ولا حاطين عوازل بالشقه؟ قفل الخط بوجهي ابو كلثوم. عطت
يا اخي جاني تأنيب ضمير والسيارة شغالة، انت تدري بكم لتر البنزين؟ عادي اطفيها؟ لا تطفي شيء، لا تطفي شيء ولا تتصل، اسمع ولا لا؟ خلاص خلاص اوكي، ابدزه تسالي الجوع ذابحني عادي. ولا تتحرك من السيارة ابد ابد، لين اجيك تسمع ولا لا؟ طب عادي اطلب دليفري. ولا تطلب ولا تتحرك، انطق بالسيارة لين اجي. هد هد يا ابوي، شلون بتغني وانت معصب؟ أربعة سرة. ها يا خوي. 50 يا عيال، الحين تلقون عامر فال أمه في الحفلة. أسمعوا خلوكم وراه، لا تتركوا إلين يشغلنا. يقلك يا شيخ، والله تكفي جوالك انت. انا لو ما ارد عليه صلح اللي في راسه وودانا في داهية، ايش فيك انت؟ خير؟ وش تبي؟ يا اخي طفشت، ما تبون كورال؟ اقول انقلع انقلع انقلع. فاضي لك انا. وش اللي بسرعة يا ابوي؟ السرعة من الشيطان. هد هد، بعدين وراكم جايين تركضون؟ طاردينك يا بلبل الثبابة. يا عيال ترى ذابحني الجوع، من قال شاورما؟ يا اخوي تحرك بسرعة، خلصني تحرك. طيب طيب خلاص، بس لا تنفخ، بعدين ترى ما نسيت يوم تسكر الخط بوجهي. سلامات يا ابوي. هد هد، اوكي تعطيني راتب بس ما تذلني. اربط حزامك. اربطه. ربطنا. ممكن تتحرك؟ ممكن تمشي؟ خلاص اوكي اوكي. يلا حط رجلك بسرعه. طيب طيب. الدخ هذا بيسوي لنا مشاكل ولازم نمشيه الليله. عندك سواق فنان مثله؟ اسمع انت وياه، عامر هذا في يوم من الايام بيصير اهم واحد الشلة. بس هذا مجنون، ما شفت كيف فقع عروسنا وزعجنا اليوم؟ لانه ما يدري ايش قاعدين نسوي لنا. شوي شوي ويدخل في الجو معنا، واذا دخل في الجو صارحته، وبعدها بيكون مفيد لنا كلنا. عموما اتركوكم منها الحين، خلونا نشوف وش بنسوي، نخطط للعملية الجاية.
ثم سكيتوا الباب. تدير بد تدير بد دربد 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 دربد. سلام يا بلبل الثمامة. ركز يا فنان. 500 دي طاحت من الشنطة. تسمح لي أرجعها؟ ويقولون الفن ما يوكل عيش. ما شاء الله تبارك الله. الشنطة مليانة كاش. خلاص يا عامر أنت دوامك اليوم. بكرة نفس الوقت تكون هنا. وش بنسرق بكرة؟ عيب عليك. حرامي يرفع سلاحه على حرامي. أنا معك يا عطف. وأنت شلون عرفت؟ يا حليلك. أنا ما سموني الطارة عبث. دخل. الزبدة الحين. أبي حقي من الجرية كامل مكمل. حقك موجود. بس أنت تعرف اللي يخوننا. وش يصير فيه يا عامر؟ لو أبي أخونك كان خلتك من زمان. أنا كنت أبي سلف 500 ريال. والحين جتني فرصة ولا راح أطيرها من يدي. كذب! عرفت من هو فايز؟ يعرف الرجاجيل من عيونهم. تفضل انبسط وفلها وسعت للعملية الجاية يا بطل. هذه كم يا ولد؟ لا يكون زرفيني بس. ترى أكره شيء عندي إن الحرامي يسرق أخوه الحرامي. لا تخاف، لا تخاف يا عامر، نفس نصيبنا. كفو. الحين عصابة مسوي زحمة، بالأخير ما عندك إلا ذا الاثنين السبايك. أنا أقول لازم نزيد عدد العصابة وخليهم كثيرين. وعندي لك ناس أذكية، أذكية جدا مثلي وشرواي. شرواك الطيب. ورا ما تضحكون أنتم. تدير بد تدير بد دربد 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 دربد. أطنخوا يا عيال. هذه 500 حقتك شكش وفوقها 2000 ريال. خذ. اوف 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 ايش هذا كله يا ابويا؟ من فين جبت الفلوس دي كلها؟ المعذب اللي اشتغل مع مطنوخ وانا معذبكم وشرهتكم. عامر في الهوى صابوليه باعوا واشترى صابوليه. قوم يا عدبلا صابوليه بلا مسكوليه. حبيبي مو منطق ومو معقول في اول يوم دوام لك تاخذ مبلغ جامد زي ده شرها. اكيد الموضوع فيه له انه. خلوا عنك ذا، ولا سنعنا معك وظفنا تكفى. أوف عليك عموري ما ينسى أخويا، بس حبة حبة وادخلكم الشركة. إيوة هذا عامر الكفو اللي يعرفه. بس يا عيال أهم شيء ما تخافون وتحفظون السر. عامر لقيت ذولي برا يقولون إنك طالبهم، وش السالفة؟ إيه أنا أعزمكم الليلة من قوة الطناخة. أنتم ما تروحون المطعم، المطعم يحضر هنا. كلوا يا عيال، ترى كله حلال بحلال. كفتة الواد ده أنا ماني مطمن له نهائيا. كله أنت ساكت، عامر طول عمره ذكي. إلا تعال عامر، اختبار بكرة في الصبح ولا في الليل؟ لا الاختبار بالصبح، بالليل عندنا حفلة. وش الأغاني اللي صنوها؟ سرقني سرقني ما دريت إنه سرقني. ومن ذا الجو؟ مثل ما وعدتكم الآن أبى أسوي لكم اختبار، اللي ينجح فيه يروح معي للدوام. بس أهم شيء الشجاعة وكتمان السر، ولا أحد يتحرك من مكانه مهما صار. أوكي.
ايش عندك واقفين يا كفته؟ عامر يسوي لنا تدريب واشتغل مع واحد مليونير، بس لا تقول لحد. امحك كاتم اسرار 0/10. اللي بعده. اصمت، اجابك هنا. انا مداوم هنا. فين سيارتك؟ بمشي برجولي وبجي برجولي. ايش اقول لك؟ انت جاسوس. جاسوس شنو يعطوا؟ هذا لبس الجواسيس انا عارفه. فهمتني غلط. فهمتك صح. لا اديك بوكس في عينك اوريك كيف. ما تديني بوكس. افقع فمك. لا لا لا. اشبك هنا الثاني. امشي. افرنك. امشي. وشكلك. اللي بعده. يا ابويا تعبنا واحنا واقفين كاننا حراميه. انت ما عندك قدره على التحمل. 0/10. اللي بعده. الفاتنه اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي الفتن اللي على Good morning ياسر. Good morning. Can I enter the house? Yes, of course, yes. 10 صفر من 10. اللي بعده. بيبي البيع الموتر. وراهم تغلج ذا. سلامات في المعارض انت. 0/10. زلايب 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 كلكم ساقطين. تبوا تفشلوني مع المعذب؟ يلا يا ورع انت وياه دزها لبيتكم. يلا تكفى عمو عموري، ادينا فرصه ثانيه، احنا زملائك. وين فرصه ثانيه؟ داخل برنامج انت. اقول وراي حفله ما نفاضي لكم. يلا سردب سردب انت وياه سردب. لا تقعد تناظر. يا عيال الواد ده وراه مصيبه، والفلوس هذه ما هي حلال، اكيد غسل اموال. تتذكروا عيال يوم ما عامر غسل الطب حقه حصلنا في الجيب 500 ريال، ويوم ما سالناه قال ايه نسيتها من كتر فلوسه. يا عيال لازم نلحق على خوينا الليله قبل يتورط. ابوي ليش تكبس؟ قلنا نلحق بدون ما يدري. اقول لك اسكت انت. انتبه للطريقه يا استاذ. النشبه دايبي. الو عامر يا اخي هدي السرعه، ما احنا عارفين نلحقك. جالسين نطاردك وانت مسرع مره. كم فهمت؟ شو تقول له؟ يعني هذا وقتنا الحين. عامر وقف يا عامر. من ذولي؟ عامر وقف. شكلهم مباحث. تعال الحين اضيعهم. وقف يا عامر وقف. كفو عليك يا طاره كفو. كفو ذي وين اصرفها؟ دزني ب10% زيادة لأني زبنتكم المباحث. لو الدرج اللي ورا ذا يسوق كان الآن انطرحنا وبالتوقيت.
قلق الحفله يا ابوي، هذا مبنى شركات. يعني اكتبوا علينا انه ما في حفله؟ لا لا ما هي بحفله ذي، قوم شوفوا ايش حاصل. وش ذا؟ شكلهم بيسرقون. يا ابويا الاشكال دي ما لها الا الحكومه تربيها. سلامات ام حق حرامية. قطوا يا عيال قطوا. ولا حرك انت وياه، ارفع يدينك. ايش الارجي يا ابوي، انا ما سويت شيء. يا جماعة الخير انتوا فاهمين غلط، احنا الابرياء واللي صوت جوا، حتى بالامارية انا اللي بلغت. طول العمر اعطني فرصة نحاسي. هلا بالعيال. وشلون كذا الله يطول لي عمرك؟ حرامي برا واحنا جوا. راح نطلعكم، يكفيكم اللي جاكم. ها بس فهمتها، عامر مباحث. لا يا كفته، عامر مو مباحث، عامر لما تدري انهم لصوص بلغ عليه وتعاون مع الحكومه. اعطوك المكافاه يا عامر. مكافاه ان الناس اللي برا مفتكين من شركم.